التفسير الثالث واللي بيعتمد على الأحلام والرؤى إن هي سبب ظاهرة الديجافو. بعض الناس من الممكن إنه يتعرض لموقف، الموقف ده كان شافه مثلا في حلم أو رؤية قبل كده، بيديله إحساس كاذب إنه برضه تعرض للموقف ده. شخص أنت أول مرة تشوفه ومع ذلك متأكد إنك شفته قبل كده، إزاي وفين ما تعرفش. مكان انت اول مرة تزوره ومع ذلك بيراودك شعور انك زورته قبل كده، امتى وازاي برضو ما تعرفش. موقف لسه حاصل ليك لأول مرة ومع ذلك بيراودك برضو نفس الشعور ان الموقف ده حصل لك قبل كده بنفس التفاصيل، ازاي وامتى وفين ما تعرفش. كل الاحداث دي بتجمعها ظاهرة غريبة جدا اسمها ظاهرة الديجافو. النهاردة هنوضح الظاهرة دي واسبابها وازاي بتحصل. كان الفيلسوف الفرنسي إيميل بويراك، وده يعتبر أول من صاغ مصطلح ظاهرة الديجافو، وهي تعني بالفرنسية شوهد من قبل. دي ظاهرة بتحصل لمعظم الناس إنه مر بالموقف ده قبل كده رغم إنه أول مرة يتعرض ليه، إنه زار المكان ده قبل كده رغم إنه أول مرة يزوره، إنه شاف الشخص ده قبل كده رغم إنه أول مرة يشوفه. فهي دي ظاهرة الديجافو التي تعني شوهد من قبل. بالنسبة لأسباب حدوث ظاهرة الديجافو تم وضع أكثر من تفسير لأسباب، ولكن خلينا نقول أشهره. التفسير الأول وهو التفسير العصبي. التفسير ده بيوضح أن سبب ظاهرة الديجافو هو تأخر انتقال المعلومات من نصف المخ إلى النصف الآخر. ده اللي بيدي إحساس كاذب بأن الموقف ده حصل قبل كده رغم أنه بسبب فقط تأخر انتقال المعلومات بين نصفي المخ. التفسير الثاني وهو تفسير مبني على نظرية الذاكرة، واللي بيقول ان ظاهرة الديجافو سبب حدوثها هو عدم استرجاع كامل للمعلومات، بمعنى ان الموقف اللي حصل ده هو مشابه جدا لموقف سابق ولكن ما حصلش استرجاع كامل لكل المعلومات، فبيدي احساس كاذب ان الموقف ده حصل قبل كده. التفسير الثالث واللي بيعتمد على الاحلام والرؤى ان هي سبب ظاهرة الديجافو. بعض الناس من الممكن انه يتعرض لموقف، الموقف ده كان شاف مثلا في حلم او رؤية قبل كده، بيديله احساس كاذب انه برضو تعرض للموقف ده. النقطة الرابعة واللي بتعتمد على ان ظاهرة الديجافو من الممكن ان هي تحصل بسبب مرض عصبي زي الصرع. المرضى اللي بتحصل ليهم نوبات الصرع بيكونوا اكثر عرضة لحدوث ظاهرة الديجافو بسبب خلل في معالجة الذاكرة عندهم. اما بالنسبة لرأي الفلاسفة فبيعتقدوا ان ظاهرة الديجافو دليل على وجود عوالم موازية او امكانية السفر عبر الزمن. واخيرا ظاهرة الديجافو تم استخدامها بشكل كبير في برامج تلفزيونية وافلام ومسلسلات اللي دايما بتحكي عن وجود عوالم موازية او وجود امكانية السفر عبر الزمن.